طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: العالم يتفرج على حرب ثانية في عدن خلال أقل من عامين. من الصحافة العربية: انتحارية كفيفة وراء مقتل رئيس بلدية في الصومال. وفي أخبارنا المنوعة: 130 رياضيا ماتوا في سباقات الدراجات الهوائية. أهلا بكم. في تغطيته للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، موقع قناة بلقيس يعنون: عجلة الموت تدور في عدن، حرب ثانية خلال أقل من عامين، والعالم يتفرج. ويفيد الموقع: صراع متجدد بأدوات مشدودة للماضي تحركها هذه المرة رغبات حكام أبوظبي لتجزئة اليمن وتفتيتها. تعيش عدن منذ أيام حالة من الرعب والقلق جراء الاشتباكات التي طالت الأحياء السكنية وامتدت لكافة المديريات، وناشد السكان طرفي الصراع لوقف الاقتتال والسماح لهم بالخروج من مناطق المواجهات التي طالت حتى خزانات المياه. طبقا للموقع، موقف الرئيس هادي ما زال الأكثر غموضا وإثارة للاستغراب بسبب استمراره في الصمت والتواري، وكأن ما يحدث لا يعنيه. ويتابع الموقع: يستمر العالم في التفرج على ما يدور في العاصمة المؤقتة بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام، وتدخل البلاد في متاهات جديدة، وتتعزز سلطة ميليشيا الحوثي في بقية المناطق، فيما تتشظى السلطة الشرعية وتسقط ضحية حليفها الذي أو حلفائها الذين عملوا على إضعافها منذ اليوم الأول لتدخلهم. انشغل الجميع في عدن بالمعارك وبمحاولة تحقيق المكاسب، وتركوا الطفل محمد أمين يغرق في البحر. وفقا لموقع عدن الغد، انتشال جثة طفل بعد 4 أيام من غرقه بعدن. وقال الموقع إن فريقا تابعا لمصلحة خفر السواحل في محافظة عدن عثر على جثة الطفل محمد أمين الفضلي الذي تعرض للغرق في ساحل العشاق مساء يوم الثلاثاء الماضي. وفقا للموقع، جاء العثور على الغريق بعد محاولات بحث استمرت 4 أيام، حيث أثرت الأمواج المضطربة على الرؤية داخل البحر، الأمر الذي أخر العثور عليه. لا يجب أن تحل القضايا السياسية العادلة بالعنف أو أن يرتبط مستقبلها بالعنف، هذا ما يؤكد عليه السياسي اليمني المعروف وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان في مقال تنشره بلقيس. ستكتشفون حجم الخطيئة بعدما يحل الخراب بالجميع، وكأنكم جميعا ضحية، ولن يكون للندم بعد ذلك معنى أو أن للحكمة المتأخرة قيمة. كم هي التجارب التي جعلت الجميع يعضون أصابع الندم، ولكن بعد فوات الأوان. لن يشكل تدمير عدن وترويع سكانها سوى المزيد من توسيع دائرة الهزيمة للجميع. العودة للمشروع السياسي والحوار هو الذي سيؤسس حلا ثابتا وعادلا لكل قضايا الخلاف. لنتذكر دائما أن استخفاف القوة بالمشروع السياسي في أكثر من تجربة لم يصمد أمام وقائع الحياة، ذلك أن القوة لا تلبث أن تنقلب على نفسها في أكثر من تجربة. الذي ينتصر بالعنف يجد نفسه في نهاية المطاف أسيرا لنتائج وأدوات هذا العنف، كما حدث في كل التجارب السابقة. لا يجب أن تحل القضايا السياسية العادلة بالعنف أو أن يرتبط مستقبلها بالعنف. يجب التمسك بنهج الحوار الذي أسس أول تجربة في اليمن على طريق استعادة الوعي بأهمية العمل السياسي في حل المعضلات الوطنية، ولن يكون التخلي عنه غير تكريس لنهج القوة الذي أفسد حياة اليمنيين على مدى سنوات طويلة. الآن سقط الوضع في مستنقع العنف، ولابد لهذا العنف أن يتوقف فورا، لأنه لن يفضي إلا إلى طريق الحروب على نحو أوسع وأبشع. يجب ألا يذهب العنف بالأمور إلى نهاية لا يمكن معها إدراك أهمية العودة إلى المشروع السياسي الذي يقوم على تعزيز الدولة ومشروعيتها ودورها في مواجهة المشروع الإنقلابي الحوثي الإيراني.
فهو أصل المشكلة التي يجب أن يتجه إليها الجميع، وأن تتسع هذه الدولة للجميع ولكل القضايا، وأن تنشئ آليات قانونية وسياسية لشراكة حقيقية تؤدي إلى الاعتراف بحق الناس في تقرير مصيرهم السياسي. مع اقتراب العيد يتردد الجميع على الأسواق لشراء الملابس والأضاحي وغيرها من لوازمه، لكن أغلبهم يعودون دون أن يحملوا شيئا لأطفالهم، وعنون موقع المشاهد نت: الحرب سرقت فرحة العيد من اليمنيين، أو الحرب سرقت فرحة اليمنيين بالعيد. وقال أحد المواطنين للموقع: لا أستطيع شراء اللحم لأسرتي طوال العام على أمل أن أشتريه على أمل أن أشتريه بعيد الأضحى، لكن الأسعار جنونية بعد أن وصل سعر الأضحية إلى 150,000 ريال. ويضيف: علينا أن نغلق أبوابنا حتى يأتي العيد ويذهب دون أن يثقل عاتقنا بحمولته، لا ملابس جديدة ولا عيديات ولا زيارات ولا فرحة. وقال المحرر واصفا جزءا من المشهد في صنعاء: يستمر الكثير من الأطفال طوال النهار بحثا عمن يجود عليهم بملابس العيد، لكنهم يعودون إلى منازلهم عند حلول المساء دون فائدة. وقال أحد الأطفال: البعض يعطيني القليل من النقود وأنا أجمعها عند أمي لعلي أتمكن من شراء ملابس جديدة قبل حلول العيد. قال برنامج الغذاء العالمي إنه سيستأنف توزيع المساعدات الغذائية على نحو 850,000 شخص في صنعاء بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن الاتفاق الذي توصل له مع سلطات الحوثيين غير المعترف بها تضمن أكبر عملية لبرنامج الأغذية العالمي في العالم، وعنون موقع المصدر أونلاين. الغذاء العالمي يكشف تفاصيل صفقته مع الحوثيين ويؤكد تنفيذ أكبر عملية إغاثية في العالم بالمساعدات النقدية. وأوقفت الوكالة الأممية توزيع المساعدات في صنعاء إثر خلافات مع الحوثيين ومخاوف من سرقة الجماعة للمساعدات وتحويل مسارها لصالح مسلحيها بعيدا عن الجوعى المستهدفين. وبعد شهرين من تعليق المساعدات توصل برنامج الغذاء العالمي لاتفاق مع سلطات الحوثية، ورحب برنامج الأغذية بالخطوات التي اتخذتها سلطات صنعاء بشأن ضمان وصول المساعدة الغذائية الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن. وكان تحقيق لوكالة أمريكية كشف مؤخرا تفاصيل لفساد في منظمتي الصحة العالمية واليونيسف يتضمن توظيف عناصر الحوثيين إضافة إلى استخدام سيارات الأمم المتحدة في تأمين تحركات قيادات الميليشيات. ووفق التقرير فإن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة رغم مصادرة الميليشيات وثائق وكمبيوترات تحتوي أدلة كانت بحوزة المحققين أثناء محاولتهم مغادرة مطار صنعاء. لماذا المراهنة على الانفصاليين؟ هو أحد أكبر الأسئلة التي تطرح في الوقت الراهن، وفقا للتحليل الذي كتبه إسماعيل عزام ونشره موقع الدي دبليو الألماني، وقال الكاتب في أجزاء متفرقة منه: لم يحمل التحالف العربي عند إطلاق ما سمي بعاصفة الحزم في أجنداته المعلنة دعم قوات انفصالية في الجنوب، بل كان التدخل بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن حسب بيان للتحالف غداة بدء قصف مواقع الحوثيين. لكن مع مرور الوقت بدأ اختلاف الرؤى يظهر بين أطراف التحالف، خاصة أبو ظبي والرياض، إذ ركزت الأولى على الجنوب للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية وتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في منطقة ذات أهمية بالغة لأجل مواجهة قوى إقليمية أخرى. وهو الأمر الذي أشار إليه تحليل لموقع إضاءات بالقول إن تشكيل دولتين سيسقط شرعية هادي حليف السعودية، وأن سيناريو الانفصال قد يكون في صالح الإمارات لأنها ستبسط سيطرتها على الجنوب وستستطيع تحقيق تطلعاتها بسهولة. لم يؤدي مقتل صالح الذي كانت أبو ظبي ترغب بعودته للسلطة إلى إقناع هذه الأخيرة بوجهة نظر السعودية في قبول خيار التحالف مع حزب الإصلاح، بل سعت أبو ظبي إلى تفعيل دور عائلة صالح عبر دعم حضور طارق صالح نجل شقيق صالح في عدن، حيث افتتح معسكرات لأنصاره. بيد أنه وبعيدا عن التغريدات والتصريحات الإعلامية، تشكك تقارير إعلامية في تشجيع إماراتي حقيقي لانفصال اليمن،
إذ يمكن لأبوظبي تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية بعيداً عن خطوة الانفصال التي لا يرغب بها المجتمع الدولي، لما لذلك من تبعات سياسية خاصة مع فشل مشروع الاستفتاء على الانفصال في كردستان العراق، فضلاً عن أن جل الدول العربية أكدت حرصها على وحدة أراضي اليمن خوفاً من عودة خطر التقسيم، كما أن أي انفصال مفترض للجنوب اليمني عن شماله لن يكون في مصلحة الرياض، خاصة مع استمرار نفوذ الحوثيين القوي في الشمال، كما أن ذلك سينهي شرعية التحالف وسيجعل الرياض في حاجة لقوات برية في صراعها مع دولة مفترضة في الشمال. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغارو اليمن، المتمردون الحوثيون يعلنون اغتيال شقيق زعيمهم. وأعلن الحوثيون على قناة المسيرة التلفزيونية أن شقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي قد اغتيل. وقالت وزارة الداخلية التابعة للمتمردين في بيان بثته قناة المسيرة إبراهيم بدر الدين الحوثي قتل على أيدي الخونة الذين يعملون لصالح التحالف الذي تقوده السعودية. ويضيف تقرير الصحيفة والذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس منذ أكثر من 4 سنوات كانت اليمن مسرحا للصراع بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق في الشمال والغرب ووسط البلاد. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته أن إبراهيم الحوثي كان قريبا من شقيقه عبد الملك وقائد الحوثيين في معقلهم في صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. قالت وزارة الأمن الداخلي الصومالية إنها توصلت إلى حقائق جديدة بشأن منفذة الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس بلدية مقديشو وستة آخرين الشهر الماضي. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: الصومال انتحارية كفيفة وراء مقتل رئيس بلدية مقديشو. ووفقا للمعلومات الجديدة فإن الكفيفة التي فجرت نفسها في العملية موظفة في الحكومة المحلية للعاصمة وتلقت عونا من زميلة لها، وكانت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. وفقا لبيان الوزارة هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أن حركة الشباب استخدمت شخصا معاقا في تفجير انتحاري. وأشار البيان إلى أن المرأة استغلت إعاقتها في المرور من الأمن والوصول إلى مكتب رئيس البلدية حيث وقع الهجوم. وقال بيان الوزارة أن المرأتين حصلتا على عطلة من العمل قبل تنفيذ الهجوم بشهر وسافرتا إلى منطقة تسيطر عليها حركة الشباب. هل ما تزال فكرة الإسلام الأوروبي ممكنة؟ تحت هذا العنوان كتب غوكان باجيك مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. ما تزال فكرة الإسلام الأوروبي غير مرجحة، لأن المسلمين في القارة يخططون بشكل أساسي لحفظ ونقل التفسير الديني الذي جلبوه معهم من بلدانهم الأصلية. اهتمام المسلمين في أوروبا ينصب أكثر على نقل وحماية تفسيرهم الخاص للإسلام، ويؤدي هذا التوجه إلى آثار جانبية مترابطة. أولاً، ليس لتفسير الإسلام الذي جلبوه معهم من مختلف بلدان الشرق الأوسط فرصة لتحقيق النجاح في أوروبا. ثانياً والأسوأ، هذا التفسير الديني هو الذي يلعب دوراً محورياً مع أشياء أخرى عديدة في واقع الأمر في تكوين الأحياء الإسلامية. هذا التفسير الديني هو يعطي الأولوية للشعائر وليس للقيم، وبالتالي فإنه يطلب من المسلمين أن يشعروا بالقلق إزاء كل عنصر رمزي مثل الحجاب وما يأكله المسلم وما يستمع إليه، وبالتالي فإن المسلم الممارس للشعائر لا يمتلك فرصة تذكر في التواصل مع الأوروبيين في الحياة اليومية، لأن الحياة الأوروبية الحديثة تقوم على حرية الفرد. ثمة قضية أساسية تتمثل في دور الحركات الإسلامية المنظمة في أوروبا. لا يوجد لدى أي من هذه الجماعات أي فكرة عن تطوير الإسلام الأوروبي. تشكل قضية المرأة مسألة مهمة في المناقشات، وبصراحة سوف يظل حتى نهج الجماعات الإسلامية المعتدلة تجاه المرأة على هامش معظم المعايير الأوروبية. أخيراً، هناك مشكلة العقلية العاطفية في أوساط المسلمين المتدينين في أوروبا. نجد أن لدى المسلمين المتدينين في القارة فكرة نشر الإسلام عند الأوروبيين، ولا توجد إشكالية في هذا، لكن المسلمين يتجاهلون حقيقة أن المجتمعات الأوروبية هي من بين أكثر المجتمعات تطوراً، وبالتالي فإن فكرة تعليم الأوروبيين الإسلام تبدو أشبه بالغطرسة الدينية.
في صحيفة التايمز نطالع تقريرا بعنوان النساء يدفعن ثمنا قاتلا للسلام في أفغانستان. ويستهل الكاتب التقرير متحدثا عن جريمة قتل تمت في ثوان، فقد كان رجلان ملثمان على دراجة نارية، وكانت هناك امرأة تسير على الرصيف، وبينما أطلق أحدهما النار في الجو لتشتيت المارة أطلق الآخر النار على المرأة، وفي اللحظات التي كانت تسقط فيها على الأرض أطلق المسلح عليها النار مجددا. وقال شهود إنه قبل إطلاق النار رفع أحدهما اللثام عن وجهه، وجه بعض الكلمات للضحية ثم أطلق عليها النار وفر. ويضيف الكاتب أن الضحية مينا مانغال مذيعة تلفزيونية ومستشارة ثقافية للبرلمان، وهي ضحية أخرى لقتل النساء البارزات والواعدات في أفغانستان. ويرى الكاتب أن مساعي المرأة للبقاء والتحقق في المجتمع الأفغاني تصطدم بقرارات الولايات المتحدة الأخيرة في إجراء محادثات مباشرة مع طالبان. ويقول إن مقتل مينا يدلل على الصعاب البالغة التي تواجهها المرأة الأفغانية للحصول على حقوقها بعد 18 عاما من الغزو الأمريكي لبلادهم. رياضة تدر الملايين لممارسيها، ويعتقد من يشاهدها للوهلة الأولى أنها سهلة. كثيرون لا يعلمون أن عدد ضحاياها تجاوز 130 ضحية، آخرهم دراج بلجيكي مات في سباق بولندا للدراجات الهوائية، وعنونت موقع الدي دبليو. دراجون فقدوا حياتهم في حوادث السباقات، وقال الموقع إن الخطر هو جزء من مهنة متسابق الدراجات المحترف، سواء أثناء سيره على الأحجار الزلقة أو غيرها، والسقوط من فوق الدراجة هو أيضا أمر معتاد في سباق العالم، والأسباب هي أخطاء القيادة والطرق الزلقة والمنافسة على النقاط أو الحفر، وفي بعض الأحيان تنتهي مثل هذه الحوادث بشكل مأساوي. ويضيف الموقع منذ عام 1894 وقعت 139 حالة وفاة في سباقات الدراجات. ماذا سيفعل الإسرائيليون غدا في الأقصى؟ تحت هذا العنوان كتب ماهر أبو طير مقاله في صحيفة الغد مضيفا: غدا هو أول أيام عيد الأضحى، والذي يصادف ذكرى خراب الهيكل وفقا لادعاءات جماعات إسرائيلية. لذلك من المرجح ألا يمر يوم غد على خير، مع تصاعد مؤشرات نية جماعات متطرفة تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى. لا يكفي هنا أن يخرج علينا وزير الأوقاف ببيان صحفي مع تقديرنا لشخص الوزير، لأن القصة هنا ليست قصة مسجد فقط، بمعنى رعايته من جانب وزارة الأوقاف فهذا تصغير للقضية، ولابد من تحرك سياسي من أجل وقف الإسرائيليين عند حدهم حتى لا نشهد مذبحة دموية كبرى خلال أول أيام عيد الأضحى. بدأت القصة بمطالبة جماعات الهيكل الإسرائيلية وجماعات أخرى بفتح المسجد الأقصى غداً أول أيام عيد الأضحى من أجل اقتحام الجماعات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل. والشرطة الإسرائيلية التي تعرف أن غداً يوم تجمع المسلمين من أجل أداء صلاة العيد يوم ليس سهلاً، وأعلنت أنها سوف تقيم المشهد وسوف تقرر لاحقاً إذا ما كان ممكناً دخول المقتحمين للمسجد الأقصى. وبالمقابل أعلن الفلسطينيون أنهم لن يغادروا المسجد الأقصى، وأن كثيراً من المساجد لن تقام فيها صلاة العيد من أجل أن يحتشد المصلون في الأقصى فقط، إضافة إلى تأجيل أعمال النحر من أجل التواجد في المسجد في وجه الجماعات الإسرائيلية التي قد تنتظر خلو المسجد أو إلى ما بعد الظهر أو العصر من أجل الدخول إليه، خصوصاً مع التزامن الغريب بين عيد الأضحى هذا العام وذكرى خراب هيكل سليمان على يد البابليين، وفقاً لما تقوله هذه الجماعات التي تحشد منذ عام تقريباً من أجل يوم غد الأحد، وضاعفت تحشيدها في اليومين الفائتين. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية، والتي وثقت عدداً من الأحداث في مناطق مختلفة حول العالم. نتابع.
لفن الكاريكاتير القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانا، وفقا لواحد من تعريفات هذا الفن المتعددة. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.